مشاهدي ام تي في مرحبا بكم في بيروت اليوم، حيث استضيف نائب رئيس مجلس النواب سابقا الاستاذ إلي فرزلي، ومعه سوف نتطرق الى الملفات الاتيه. هل اجتماعات لجنة التواصل المكثفة للتوافق على قانون الانتخاب أم على تأجيل الانتخابات؟ هل ينجح توافق الاشتراكي المستقبل القوات في إقرار القانون المختلط؟ ما هو مصير النظام السوري بعد خسارته مقعد بلاده والأمم المتحدة؟ دكتور رئيس، أهلا بك في ام تي في. أهلا فيك، يسعد صباحك ومساك. بين فرح المعلن لمكونات 14 دار باستثناء الكتائب وما يشبه الحداد الذي يظهر على الفريق الآخر، هل الأمر بهذا السوء؟ وهل هذا القانون الذي تم التوافق عليه هو ألا يشكل خطوة أفضل من الستين؟ لحد مفهوم كلمة فرح وحداد، لحتى نكون عم نحكي بترمينولوجيا تعبير يعني تعبر حقيقة عن الوضع. الفرح سببه الرئيسي هو ليس بالمضمون، سببه بالشكل، وهي الحقول دون أن يكون الاقتراح الأرثوذكسي على جدول أعمال جلسة عامة قد تؤدي، وهو قد قبل فعل المضارع للتقليل، قد تؤدي إلى تصديقه، وبالتالي إعادة إنتاج الشراكة الوطنية على قاعدة تمثيل المسيحيين واستلاد نوابه ومن كنف طوائفهم بامتياز على قاعدة المساواة وأسوة ببقية الكيانات المذهبية القائمة في البلد. لذلك صحيح هناك عرقلة حقيقية استراتيجية تمت للاقتراح الأرثوذكسي بالطريقة التي كان سائر فيها وعلى الأسس والمنطلقات التي انطلقت منذ اليوم الأول من كره حتى يومنا هذا. الحداد هو كأيضا تعبير لا يعبر حقيقة عن الوضع، بل يعبر التعبير بيستعمله القلق العميق على ما يسمى من قبل بالتحديد الفريق المسيحي بثماني أذار، لأنه الفريق المسلم أو الشيعة في 8 أذار أنا أعتقد أنه كانوا ماشيين من موقع التحالف الذي يقيمونه مع التيار الوطني الحر وبعض المكونات الأخرى، ولكن مش معتبرين أنه هذا الموضوع موضوع نضالي بالنسبة له. عرفت كيف؟ لذلك بس الأجواء لحتى نحسن لنحسن التصويب بصورة سليمة، لحتى المنطق بعدين ينبنى بصورة سليمة، لأنه ما بني على باطل فورا. بس دكتور رئيس، يعني واضح كان من الأجواء القريبة من حزب الله، صحافة القريبة من 8 أدار أيضا، يعني تنحكي عن السفير، نحكي عن الأخبار، كلها كانت بأجواء خلينا نسميها أجواء هزيمة وانكسار. ولكن لا تنسى أن هذه الصحافة نفسها كانت بتهاجم الأرثوذكسي أول يوم بعدين وقفت، لا بتهاجم الأرثوذكسي قبل عمدة أشهر تحت عنوان أن عليها لها مآخذ عليه تتعلق في كيف أن كل طائفة تنتج نواب. فإذا أنت بدك تحكي الحقيقة عن فريق ثالث يضم من كل المكونات من 14 أذار ومن 8 أذار ومن كل هالمجموعة، فريق ثالث مؤمن حقا بشغلتين. شغلة أولى أنه يجب إعادة النظر بقانون الانتخاب، ويجب إسقاط الستين، ويجب بصورة نهائية إخراج المسيحيين من دائرة الاستتباع والتهميش، وفريق آخر كمان أيضا أبيفتش أنه يجب تأمين الأسباب الموجبة للأرثوذكسي إذا ما كانش الأرثوذكسي بالتحديد، وهذا ما كررناه مرارا وتكرارا، فلتكن الأسباب الموجبة للأرثوذكسي بأي قانون يطرح من أي طرف حتى يتمكن الجميع من تبنيه والسير فيه. لذلك أنت بس تحكي بحداد وبكذا، أنا برأيي بتعطي صورة هيك بتبقى غايتك التحفيز الحديث. بس إنما خصوصا دولتك يعني، ولكن طبعا أرى في إغراء لومك يؤدي إلى مزيد من الإغراء، دع عنك لومي، لكن لوم إغراء. بس دولت الرئيس يعني بالتحديد ما قصدته من هذا الكلام إنه بالتحديد صحافة 8 أدار التي كانت تريد أن تصلب القانون اللقاء الأرثوذكسي، وإذ بها اليوم
تبدو بتعرف حزن شديد. ما يعني انه كان، وهذا ما يتساءله كثير يتساءله كثيرون، انه طرح اللقاء الارثوذكسي لم يكن هدف قوة بني أدار داعمة هذا الطرح، إلا ما يحققه سياسيا على مستوى المعركة بين 8 و 14. أنا رأيي قد يكون ذلك أو قد لا يكون، بالنسبة إلي أنا بيهمني النتيجة، أنا بيهمني كنت أتعاطى مع كل هذه القوى ومع كل هذه الأقلام الشريفة أنا التي أحترم. يعني أنا مثلا مثل زميلك الأستاذ غسان سعود، كم وكم من المرات انتقد اللقاء الأرثوذكسي، انتقد إدائي، انتقد، وفي أوقات أخرى قام بأروع صور الكتابة، وكنت أنا هو أبي هاجمني أتلذذ في أسلوب هجومه علي. فلذلك المسألة مسألة نحن منابر حرة والرأي قد يتغير. يعني ومن يعرف، هو بيت الشعر تبع المتنبي طالما بلشت فيها، قال له ومن عرف الأيام معرفتي بها وبالناس رمى رمحه غير راحبة. بقى لذلك غير راحبة الموضوع. نحن لما نفتش على موضوع واحد، هذا كان موضوع نضالي عنا مبدئي، ومن هون كانت انطلاقتنا بالنضال من أجل التوصل إلى تبني الاقتراح الأرثوذكسي كأسباب موجبة على قاعدة أنه يجب ويحق ومن الظلم أن لا يكون للمسيحيين حق استلات قياداتهم من كنفهم أسوة ببقية الطوائف الكريمة الأخرى دون الاعتداء على حق أي طائفة. بغض النظر عن الخلفيات السياسية لكن للأطراف الموجودة في لبنان، نعم، بغض النظر إذن عن نيات وخلفيات الأطراف السياسية الموجودة في لبنان، طبعا أنا بهمي بيتقاطع معي أهل وسهل. يعني هل قلقك دولة الرئيس واستياءك هو نتيجة خوفك من أنه أن لا تتكرر فرصة، نقول أشياء بصراحة، أنه الطرف الشيعي لأول مرة، وربما السؤال هل تكون لآخر مرة يدعم الخيار الذي يؤدي إلى تحسين التمثيل المسيحي؟ لا جاوبك جواب دقيق كمان. أنا حبيبي أنا من الذين طرحوا شعار إنها الفرصة الاستثنائية التي لن وهلأ بكررها هون على المنبر تتكرر في تاريخ لبنان، وسنذكر بعضنا إن شاء الله يكون أنا غلطان، وأتمنى أن أكون غلطان. يعني أنت واسع أنه 8 أدار حيغير ما علي ما حيدفع عن أنا ما إلي علاقة ب 8 أدار و 14 أدار، هذا ملف أنا خطه على قاعدة الإيمان فيه. كنت أنا مستعد شنقل مع 14 أدار حتى العمربق الأخير إذا مشت فيه، و 8 أدار ما مشت فيه، وباختصار واحد وواحد بيساوي اثنين. لذلك بالنسبة لي أنا لا يعنيني هذا الموضوع، أنا اللي بيعنيني أنه تفهم الواقع المسيحي، وهذا اللي دفعني بكل وضوح ودفع قوى أساسية مثل الجنرال عون أنه ياخذوا قرارات جريئة بمد اليد من أجل الحوار في سبيل تأمين الظروف الموضوعية لإنتاج هذا القانون أو ما يشبهه. يعني خلينا نكون هالنقطة دقيقة. فبذلك طيب اللي صار معروف. يعني قبل ما نرجع نفوت بحيثيات القانون ذاته أو المشروع المقدم وما إذا كان في تقدم أو تراجع عن 60، الزميل فادي عيد اليوم بالجمهورية بيقول المختلط حقق 3 انتصارات ل 14 أدار. الانتصار الأول أنه تمكنا من إقرار قانون، 2 بديل دستوري عن قانون 60، والثالث الحفاظ على وحدة 14 أدار. ألا ترى بأن هذه بين مزدوجين الإنجازات تبرر الموقف؟ بلشت بأول وحدة مالتيبل تشويس، تمكنا من إقرار قانون على الرغم من التخلي من القانون. أقول للأستاذ الكريم أنك لن تتمكن من تصديق هذا القانون. ما في، ما راح يقطع هذا طبعا، لا كيف بده يقطع؟ ما انت المنطق اللي جبهت فيه الاقتراح الارثوذكسي يقول، وانا كنت ضد هذا المنطق، لا ميثاقية الجلسة ولا دستوريتها بظل غياب مكون مذهبي من هنا وهناك. غدا يا صديقي وعزيزي ستشهد غياب مكون مذهبي من الطرف الاخر، وبالتالي لا لميثاقية الجلسة، وبالتالي استطيع ان اؤكد ان هذا القانون المختلط لن يمر. 2
مين الطائفة؟ ما نص المسيحية رح يكونوا على الأقل. أعلنوا اليوم ببيان ببيان رسمي واضح للأعياد الأستاذ علي فياض المسؤول عن النقاش أنه قانون استنسابي لا نستطيع أن نرضى به. هذا يعني إذا رفضوه يعني ما طب يا أستاذي برجعنا بس عم نحكي إنه القانون الانتخابي والتمثيل المسيحي دكتور الرئيس. استستوني روقوا بكم مهلا صبرا. أنت وقت بتقاتل الاقتراح الأرثوذكسي تحت عنوان أن المكون السني غائب، يعني بتعبير آخر أي قانون آخر بغيب عليه مكون آخر بدك تفقد الجلسة ميثاقية. بس في تبرير للغياب، يعني غياب المكون السني. شو التبرير؟ هو بيعتقد انه هذا القانون سوف يؤدي الى خسارة كبيرة له على مستوى المقاعد، ولا اختقاد بهذا القانون ان هذا القانون يلحق حيفا كبيرا على مستوى ليس المقاعد بس على مستوى الاستنسابية وغيرها لبقية الاطراف. هذا كلام خلينا نضل محافظين على المنطق. هلا شو بيصير صفقات وصفقات؟ خليني انا وياك فوق المستوى، نحن مش بصدد التضارب. فاذا انا اعتقد ان هذا الاقتراح واستطيع ان اقول لن يمرر. اثنين، شو النقطه الثانيه؟ اللي بيعطيها انه الاقتراح المختلط يتمثل بطرح بديل دستوري عن قانون الستين. اذا لم يمر هذا فهذا بديل نظري غايته بأعماقه فقط هي الإجهاز على الاقتراح الأرثوذكسي ومنع جلسة الاقتراح الأرثوذكسي أن تمر، وبالتالي يتم التصديق عليها، وهي للتذكير هي التي تؤمن 64 نائب مسيحي، هي المناصفة الفعلية، هي نص المادة 24 من الدستور التي نتحدث عنها جميعا. لذلك هذا البديل غير موجود، هو وهم، هو نظري، لأن هذا القانون لن يمرر. ثلاثة، الثالث هو انه وحدة 14 أدار نحن نتمنى حزب الكتائب أسارع إلى القوم. أنا ما رح أحكي عن حزب الكتائب ولا بخلاف ولا باختلاف، له مني التقدير والاحترام، وأنا بحترم موقفه للشيخ سامي جميل بالتحديد وفخامة الرئيس، لأنه حقيقة أنا خدت معهم حوارات على مدى سنوات، وبالتالي كانوا بالخط العريض الكامل محترمين ومنسجمين مع نفسهم انسجام كامل، خصوصا للنقطة والزاوية المبدئية التي تتعلق بالحفاظ على حقوق المسيحيين. هذا موضوع أنا عفو هذا مركز، أنا ما بدخل بالصراعات. طيب، ولكن الاقتراح الأرثوذكسي أحد نقاط القوة الرئيسية فيه أنه كان يريد أن يحافظ على وحدة 14 أدار. لماذا؟ لأنه طلب من طيار المستقبل الكريم أن يحرر 22 نائب مسيحي من كنافه ويعطيهم إلى الدكتور سمير جعجع وإلى فخامة الرئيس جميل وإلى أي طيار مستقل ينشأ من كنف 14 أدار. هذا قمة التوحد في 14 أدار، حيث يتم التوحد من حيث الإرادات الحرة الكريمة التي لا تحمل في طياتها استتباعا ولا تهميشا ولا إلحاق. فبالتالي أين النصر في هذا الموضوع؟ النصر الوحيد في هذا الموضوع ويجب أن نعترف به أنه هذا الاقتراح لم يكن إلا لإجهاز ومنع جلسة تقوم، لإلا كانوا خايفين فقط تخوف، لأنه أنا بعتقد الرئيس بري كان نقاش حول مسألة الميثاقية وعدم الميثاقية عنده بعمقه، وأكبر دليل أنه كان أبي يطرح الأسئلة وكان أبي يتجاوب عليها، خوفا من أن تنعقد الجلسة ويذهب المسيحيون متحدين متكافلين متضامنين كما طالب الرئيس بري كشرط من شروط التبني، وبالتالي فيقر الاقتراح الأرثوذكسي ويتم إعادة إنتاج الدور المسيحي في لبنان على قاعدة الشراكة الوطنية الكاملة المتكاملة، ويكون كل الحيف الذي لحق بهم منذ الحقبة السورية الذي يدعي البعض أننا كنا أحد عصاها الغليظة، بيستعملوا بيكبر الكلمة فيها ظلم؟ فيها ظلم دولتا؟ نحن كنا عصا غليظة؟ لا بس ممكن نحن كنا عصا علنا على رؤوس الأشهاد. وإذا كان هذه الرموز المحسوبة في هذه المرحلة على سوريا تنتج مثل هكذا قوانين لخدمة المسيحيين فمرحبا وأهلا بها. لا بس ما كانت تعملها هذه. لا أنا إلي فرزي أن ترجع لمذكراتك وأراها. لا، ما تهرب. أنت كاتب مذكرات البطرقس فاير، ذاكر حوالي 25 صفحة تتعلق بإلي الفرزلي فيما يتعلق بهذا الملف بالتحديد. دي بضميرك قدم الرأي العام على
حدا ناضل في لبنان في تلك المرحلة في سبيل إعادة إنتاج الدور المسيحي كما يراه إلا إلي الفرزلي؟ نعم كنت بدورك. أهلا وسهلا. خلي نطلعك منا بس برأيك كان كافي يعني هذا الدور النتيجة علي وكمان وتأمنوا شو بيقول الشاعر؟ علي صوغ القوافي من معادنيا وما علي إذا لم تفهم البشر. 96 اللي حضرتك عملته في 92 وفي 2000 لقد جبرتني أعطيك المواقف. إلي الفرزي الذي وقف في جلسة 92 برئاسة اللجان المشترك صورت على كل هنا 92 حضرتك دكتور رئيس روق بالك يعني بدناش نفتح ملفات قديمة بدك تروق بالك حضرتك مصوت عليه ليش ما بدك تروق بالك خلص معش اقبل إلا ما احكي بالموضوع تفضل. انا الذي وقفت في الهيئة في جلسة اللجان المشتركة الذي كان يترأسها دولة الرئيس الحسيني وقال لا لنفي الجنرال عون لأنه لا يجوز مثل هكذا طاقة أن توجد في دول أجنبية فتصبح طاقة مسيطر عليها من قبل هذه الدول. أنا ما كنت بعرف أن الجنرال عون uncontrollable لا يمكن ضبط إيقاعه. أنا اللي طلبت بالعفو الشامل الكامل الذي يشمل كل القضايا المحالية على المجلس العدلي بما فيها اغتيال الرئيس رشيد كرامي والأستاذ داني شمعون. وبتعرف شو معناتها ما راح استطرد أكثر. ثلاثة أنا اللي طلعت عبكركي بجلسة اجتماع المسيحيين العام كان الله يرحمه الدكتور ألبيرو خيبر وصاحب الغطة وأكيد ذكرها بمذكراته وخطبت ضد المقاطعة. نعم بس حضرتك وأجلت القرار تكب نعم. أنا ما بقول لك ليش صوت ماني جاي وأجلت قرار المقاطعة 24 ساعة وطلع ما قال الأستاذ فؤاد دعبول المشهور الذي قال جرى إنزال بالباراشوت في بكركي وكان مكان وإذ بقرار المقاطعة التي اعتبرته خطأ استراتيجيا من قبل المسيحيين لأنه أخرج المسيحيين من الدولة وهذا ما عادوا واعترفوا به عام 1995 بالانتخابات التي جرت وبعودة مشاركتهم 96 أنا 92 واضح كان بس شو عملت أصريت على الدوائر الصغيرة ولكن منطقة الجنوب كانت لا تزال محتلة وكانت الدولة الكبيرة نعم بس حضرتك صوت على 92 لك ليش؟ و96 وال2000 طبعا شو أنا أنا سوبرمان وقت يتفق الرئيس رفيق الحريري الله يرحمه ووليد بيك جنبلاط سلامة قلبه ودولة الرئيس بري وكل القوى السياسية الأساسية التي تكون الأكثرية الساحقة في المجلس النيابي شو دوري أنا؟ من أنا؟ فيك بتصوت لا ما في اعتراض لأنه ثمن اعتراضي استئصالي لأنه في كم من العالم مرتبطين كان مصالحه وبالتحديد المسيحيين في البقاع والمسلمين في البقاع كل مصالحهم السياسية والخدماتية كانت مرتبطة فيه بصورة مباشرة وأنا كنت أبأمنها من انتبه من وين من الهرمي لإلي طيب هلا ما بيصح هذا المنطق ذاته اليوم شو؟ على الموافقة على طرح المختلط الذي جرى اقراره يعني المسيحيين شو؟ اليوم لا يقولوا ليش بين ابي طالب بالمقاطعة اليوم لا بس ذات الفكرة لا 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 الموافقة لا لا عليه لا تصويت لشأنه لصالحه ما نبرم عليه خلينا نحن بندرس التصويت عفوا الاعتراض علي مش اعتراض سببه هو نحن مندرس المضمون إذا المضمون ملائم حتى لو عاملوا الدكتور سمير جعجع ما نحن معه ما نحن وقت طلعنا لعند الدكتور سمير جعجع طلعنا من حقق هدفين هدف الأول التأكيد على العلاقة والأواصر بين كل أركان البيئة المسيحية وهذا كان هدف نضالي أيضا عندي وافقني عليه العماد عون وأخذ المبادرة بالاتصال وتلقفها جيدا للدكتور سمير جعجان للأمانة التاريخية اثنين كنا مدركين مسبقا أنه الأرثوذكسي اللي رسم للدكتور سمير جعجان كما غيره من الشخصية المسيحية طلعتنا راح ترسم له أيضا في مفاوضاته الشاقة مع حليفه طيار المستقبل وإذا توصل إلى شيء إيجابي وجيد فيا مرحى نحن لسنا ضد الشيء ولا يجوز أن نكون مقارنة كان ناقصها شغلتين العملية شغلتين استاذ أنطون الشغلة الأولى أنه بالواقع يتم التوصل إلى اتفاق يحمل بمضمونه كم حقيقي من النواب مستولد بذاته بكنفه من وحي الأسباب الموجبة التي حركت الموقف المسيحي ببكركي
وبالتالي يرجع لبكركي ويستحصل على الوفاق العام حوله لحتى يذهب باتجاه موقف مسيحي واحد نحافظ فيه على وحدة المسيحيين، واثنين يكون العدد المسيحي الذي هو مستولد بكنف الواحد عدد حقيقي. ثائبت الذي جرى في المختلط الذي عرض يتناقض جوهريا مع هذه الفكرة. بالتحديد دولة الرئيس إذا بدنا نقارن بين 2008 الدوحة الذي قام على أسس قانون الستين والمختلط، ألا يمكن القول بأنه تم تسجيل خطوات إيجابية متقدمة على مستوى تأمين صحة التمثيل أفضل؟ أستاذ توني معلش أنا بكل موضوعية أقسم بذات الله بدون أي تفكير مسبق، لأنه هذا هدف نضالي عندي وأنا أبات له منذ اليوم الأول بعد 2009. ومعنا هون اتقوا معك هون صحيح أول واحد كنت أنت. حقيقة القول أنه لا، لأنه ليك شو صار بهذا الاقتراح المختلط، كان في حوار مستمر بين الأستاذ جبران باسيل وبين الدكتور سمير جعجع والأستاذ جورج عدوان حول قديش هذا المختلط بيأمن. الحقيقة كان في اختلاف بوجهات النظر، هذا بيقول 52-53، هذا بيقول 42-43 ومش مظبوط وكذا. النقطة المركزية بهالموضوع التي تلغي وتجب ما ليس له علاقة فيها، انه عندك 30,000 صوت شيعي بالضاحية الجنوبية شلتهم حطيتهم متن شمالي كسر وين جبي، يعني 20 نايب تبع هذه المنطقة اصبحوا مرتهنين للصوت المرجح الشيعي. طب انت اساس منطقة كان شو؟ انه في 3 نواب بالمتن الجنوبي هودي قبل يستولدوا بكنف وكانوا يسموهن 14 اذار بحرب على العماد ميشيل عون، هودي ودائع حزب الله عند ميشيل عون. نعم بس دولتك في يعني تفصيل شو حضرتك عم تتجاهله، انه اول شيء التأثير الكتلة الشيعية اللي هي بحدود 20,000 صوت بقلم الاقتراع هي على المقاعد المحطوطة على المستوى النسبي إيه؟ وليست على 20-30 مقعد يلي هن في شيء نسبي وفي شيء أكتر. بس حضرتك التأثير إيه؟ الشيعي سوف يكون فقط على شو يعني؟ يعني شو؟ شو يعني؟ كم مقعد؟ شو يعني؟ كم مقعد إنه رح يكونوا؟ يعني؟ في 2-3-3-6-2-1-7 من مقاعد؟ 8 رح يكون تأثير فيهم الشيعي بمسابق 20,000 صوت نسبيا وليس اكثريا. تأثير فعلي شو بتحكي عن 30,000 صوت واحسب لي اياهم بعد 8 سنين قديش بدهم يصفوا يا استاذ الكريم؟ ليش بدنا لا خلينا نقارن مع سنت، خلينا تنكون منصفين ناخذ كل وجهات النظر. نعم نعم بسنه 2008 لما راح الجنرال عون على الدوحه اجا فخور بنتيجه الستين صحيح. اليوم على الستين إذا بتشوف حيث تم إقرار النسبية في تحسن على الستين، بدي افترض في تحسن بس شو نسبة التحسن؟ أنت بتتخلى عن حقوق دستورية من 64 نايب لـ40 نايب. طيب ليش ما قمنا بهيدي المناحة سنة 8 عندما جرى التخلي عن 30؟ أي 8؟ يعني سنة 2008 بالدوحة كسبت بالدوحة. أمت أول شيء الدوحة ظروفها مختلفة. اثنين انت بتعرف انه بالدوحة المسيحية ما كانوا متفقين، كان شرط الرئيس بري لحتى يمشي بالدوحة بقانون الستين اتفاق المسيحيين ضبوا اواعيهم ونزلوا عاد قعدوا على العشاء وامير قطر قاعد وبدهم يفلوا، اجا الخبر انه تم الاتفاق بين المسيحيين رجعوا فضوا الشنط ورجعوا. بشرني صغرت الكورة البترول جزين والاشرفية عواصم أساسية ما يقارب 20 نايب. طيب هذا الذي توفر، جيت أنت اليوم لأسباب متعددة ما في تطوير، أنت وصلت لمرحلة وصلت بقانون ولو بالزور ولو بشق النفس ولو بمسلك تشريعي صعب بقانون أدرج على جدول أعمال جلسة عامة اسمه الاقتراح الارثوذكسي بيجيب لك 64.
تفاوضك ما عادش بده يتم من 32 بطلوع، تفاوضك بده يتم من 64 وبنزول. بعدين من يملك الحق بالتنازل عن نواب مسيحيين؟ انا بقول لك مين بيملك الحق، هذا الاجتماع المسيحي برعايه الكركي هو اللي بيملك الحق. اما ان يكون طرف دون اخر، وهذا على كل حال ما اخذ حزب الكتائب، وانا ما لي علاقه بهالموضوع، ما بسمح لنفسي اتعاطف بان يقوم ويحقق هذا الهدف. لا، بعدين كل المفاوضات مع الدكتور جعجع اللي كانت جميله جميله حقيقه بمضمونها، وانا مع كل هالنقاش اللي بيدور بتقاذف الكلام القاسي، انا ضده، انا ضده قطعا، وانا اطالب كل الاطراف المعنيه ان تعود لترتقي بالدور الى الكلام الهادئ الرصين، حتى لو قد يكون اقصى بمضمونه من القذائف بالكلام الغير غير مدروس والكلام الكلام الذي لا يليق. نعم، قلتك نتوقف على فاصل اعلاني، نترك لبعد الفاصل السؤال، هل يمكن بعد الخروج بتسوية مقبولة من الجميع بقانون الانتخاب وبالتحديد قضية النصف أرثوذكسي ونصف ستين؟ هل التأجيل أصبح أمرا لا مفر منه؟ ونتكلم بعض الشيء على الوضع في سوريا، كل هذه المسائل مع دولة الرئيس فرزلي بعد الفاصل. متابعة مشاهدينا الأعزاء لهذا الحوار الشيق مع دولة الرئيس إلي فرزلي. عفوا دولة الرئيس، يعني لماذا أول شيء بقي الرئيس بري متكتما على التسوية التي كان ينوي طرحها، والتي قيل اليوم وأمس بأنها كانت قائمة على نصف 60 ونصف أرثوذكسي؟ بركي كانت قدرت طمأنت بعض الأطراف، وهل يمكن تحميل مسؤولية تفويت مثل هذه الفرصة على اللبنانيين؟ لا لك شغلي، الحقيقة لم يكن متكتم، ونحن كنا على اطلاع دقيق، وكانت موضوع تشاور. قوة 14 أدار كان بجوه كمان؟ أنا ما إلي علاقة قوة 14 أدار، أنا إلي علاقة بمضمون المفاوضات التي أجريت. قول مع مين؟ مع الدكتور سمير جعجع. نعم، كان عارف يعني. وبالتالي يعني بصورة هيك سريعة وبصورة لم تعطى، يعني هاي دي بترك لهم إياها إلهم هلأ يهتموا بالموضوع. أنا ما إلي حق أخلاقي ولا أدبي، المجالس إلى أمانات. نعم، بس دورتك الفرصة مثل هاي دي، أنا بدي أقول أنه بقدر أكد لك لحتى أفيد، لأنه أنا ما بدي ضل حريص على تطور مسار الأمور إلى عودة الإلفة والوفاء والاتفاق. أنا أستطيع أن أؤكد لك أن دولة الرئيس بري تصرف كما يجب أن يتصرف من بهذا الموضوع، ومن باب حرصه على إيجاد صيغة توليفية تؤمن التوافق بين الأطراف، أستطيع أن أؤكد ذلك. طيب بعد ممكن تفاصيل، طيب تفاصيل ممكن اليوم برأيك السير بهذا الأمر فيما لو توافرت؟ أنا برأيي الشخصي من الممكن جدا، وأنا أعتقد أن الدكتور سمير جعجع من موقعه المسؤول، والعماد عون من موقعه الأكثر مسؤولية أيضا، والسلمان بيك فرنجي، وفخامة الرئيس أمين جبيل اللي هو المسؤول الأكبر أيضا باعتباره رئيس سابق للجمهورية، أنا أعتقد عليهم أن يعودوا فيجتمعوا بهذا الاجتماع، ويكون لهم اجتماع توحيدي تحت سقف بكركي، ويخطوا قرار بهذه المبادرة الجديدة، ويبنوا على الشيء مقتضاه، ويكون هناك في توليفي لوفاق حقيقي بين كل الأطراف. هذا اللي سمعته بالإعلام أنا، هلا هذا الذي أتمنى، وأنا أناشد الدكتور جعجع، أناشد العمال عون، أناشد كل القوى، فخامة الرئيس وسلمان بيك فرنجي، فخامة الرئيس أمين جميل. بس دولة الرئيس يقال أنه كل الآن محاولات الرئيس بري في مجلس النواب هي للحصول على شيء يقبل به، وإما الوصول إلى التأجيل فالتمتين. يقبل به هو؟ نعم. شو بيقبل؟ يعني هو الطرح اللي طرحه، يعني الاقتراح اللي عم تقوله هلأ حضرتك، واللي قيل بالإعلام وجينا في SMS أنه وزعوا، هذا مش اقتراحه، هذا اقتراح فكرة متداولة، هذا
الاس ام اس هو اقتراحه كان 64 64، مش اقتراح الرئيس بري هيدا؟ بلا بس هيدا من مشى فيه، اذا من مشى فيه يعني يقال انه او بمشى فيه او رايح، هيدا اقتراح تاني ابي بيطرحه هو. نعم. شو بدنا بهديه ابي يطرح فكره اخرى. نعم. تنبع من وحي المصالح المسيحيه التي من الممكن ان يتفق عليها المسيحيون. لا بس ما تنسى انه الرئيس بري كمان قبل ما يطرح موضوع نص الدين نص ارثوذكسي هو اللي طارح موضوع المختلط. أوكي. بالشكل يلي طرحه. جيد جيد. ممكن يتراجع عنه اليوم؟ مش يتراجع عنه. اذا اجوا قالوا له تمشينا باقتراحك بيقول له بدنا نقاطع الجلسه؟ لا ما بيقول له بنقاطع، بيمشي باقتراحه يمكن بيمشي فيه. كيف بده يقاطع الجلسه؟ عم نحكي اقتراح المختلط يلي مش 64 64. لا اقتراح اللي تقدموا فيه الكتائب. لا عفوا مش اقتراح الرئيس بربي. بس مش قريب منه؟ لا لا لا، وانا طلب مني ابلاغ القوى عدم وافقته علي قبل صدوره، وانا بلغت القوى المعنية. لا 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 شو الفرق بين لا 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 يعني خليه تكون واضحة الامور لحتى الرأي العام يعرف. انا بلغت القوى المعنية او معظمها لحتى اكون دقيق، اللي كنت عم بتصل فيها واللي انا معني بالاتصال فيها، بان الرئيس بري غير موافق على هكذا مشاريع. عم نحكي عن اللي قدموه الكتائب القوات والمستقبل. ما كانش هيك، كان جبل لبنان محافظتين، طريق الشام القائمة مقامية الجنوبية والقائمة مقامية الشمالية. فكيف هلا حتى هداك ما كان تراجع عنه؟ ايه طبعا كان قايل له انا ما رح وافق. ليش تراجع عنه؟ قايل له مش رح وافق. ايه بس ليش؟ هو اقتراحه غير شيء، هو اقتراحه 6 محافظات بس نص نسبة نص أكثر، لأنه ما في استنسابية، في مساواة بين الأطراف كلها، ممنوع، ما بتقدر تعرف مين بده يربح انتخابات، نص بنص على التمام. دكتور رئيس، هل صحيح أنه في حال لم يتم التوصل إلى توافق ما من هلأ لنهار السبت معناتها ما بقى في انتخابات نهائيا؟ طبعا، وممكن أن يتوافق الطرفين على تأجيل وتمديد محدد؟ نعم. صار في توافق على هذه الفكرة ولا لا أدري؟ بس أنا بعتقد أنه بدون يلاقوا نفسهم من باب الاستنتاج، كمان هذا كلام مش معلومات، أنا مني معني بهيك أمور، أنا المعني بمبدأ قانون انتخاب يؤمن حقوق الشراكة الوطنية، غير هيك ما في شيء بيعني لي. مسألة التمديد أمر سيصبح لزومي طبعا، بيكون تمديد تقني 7 أشهر 8 أشهر اللي هن لا أدري، بس هيك بيكون. بس رئيس جنرال ميشيل عون كان عم بيقول إنه ما رح يمشي بأي شكل من من التمديد، لأنه أبي يضغط لينتج قانون انتخاب، لأنه بده انتخابات. مش كمان بل... لأنه أبي يضغط بده انتخابات، وبده انتخابات رئاسة الجمهورية سنتجاك حقه طبعا، وهذا ما يعني وهذا مطلب كل مواطن. نعم. ما يعني إنه لن يسير بموضوع تمديد لمجلس النواب. لا، التمديد التقني شيء، والتمديد السياسي الذي يحمل بطياته رسالة الاستعداد لإلغاء المؤسسات والتمديد لكل شيء فيها أمر آخر. نحن بنعرف ثقافة التمديد المضرة كيف بتبلش وكيف بتنتهي. لما لا يكون الحل العودة لنقطة المربع الأول اللي هو شو؟ اللي هي 60 معدلا وتجري الانتخابات بموعدها. 60 هو رمزي لك مضاره 3 ويمكن تصير، يمكن يعودوا له. لا مش الجنرال عم بيطالب هيك، بتكون الرصاصة. لا ما طالب، هيدي عملها لسبب آخر. بس هلا بالله بيكون ليك شو بتكون عمل؟ بيكون هذا المختلط ضرب الأرثوذكسي وعيش الستين. والرصاصة التي تحدث عنها الدكتور سمير جعجع رصاصة في الهواء ذهبت باتجاه عودة 60 الذي يمثل أعلى درجات الاستتباع المسيحي واستلاب نواب المسيحيين بإنتاج نواب أنابيب. بين 60 والمختلط 60 لك شو بيعمل كمان؟ يلحق إهانة لا مثيل لها في تاريخ لبنان القديم والجديد بالصرح البطريركي، ويلحق إهانة بمجلس المطارني، يلحق إهانة بالإرادة الجامعة المسيحية الوحدة التي تحدثت لا للستين. إقرار قانون 60 يسقط نهائيا الأمل والطموح والرجاء، ونحن أبناء الأمل والطموح والرجاء. لشو يسقط نهائيا
فكرة حسن التمثيل وصحة التمثيل بين المختلط كما تقدم به القوات والمستقبل والاشتراكي والستين، شو بتفضل إذا كان هذا خيارا؟ كيف بين المختلط اللي تقدموا فيه الأحزاب الثلاثة والستين معدلا، أيه بتفضل؟ الاتفاق الثلاثي هذا، نعم. يعني بين هيد الاتفاق الثلاثي والستين بفلسفتهم بمضمونهم، ليك أنا بدي خبرك شغلة على المستوى الشخصي، لازم تعرف انت بتقطع بهذا انه بهذا طيب. اذا بدي افكر انا انه انا اعمل نايب تعمل نايب والدكتور جعجع بيعرف هالشيء، اذا انا بدي اعمل نايب انا يمكن في امل بتواضع اني طب، بس الموضوع بيشاوني ده. نحن في قصة مبدئية اساسية هي اعادة انتاج الشراكة الوطنية. نحن بدنا نحافظ على وحدة البلد، بدنا نحافظ على الغاء الحيف والاستتباع. نحن لا نريد أن نذوب كما شاء وليد بيك شنبلاط عندما وقف أمام قصب عبده وقال أنا عندي خصوصيتي ولا أريد أن أذوب بالآخرين. أنا حق من حقوقي أن أقف وأقول أنا لا أريد أن أذوب بالآخرين. أنا حق من حقوقي أن أقول أنا عندي خصوصيتي احترموا لي إياها. أنا هذا قانون الانتخاب هو بطاقة المرور تبعي كما قال السيد إبراهيم أمين السيد رئيس المكتب السياسي إلى الدولة، يعني بتعبير آخر الدولة اللي بدها تحميني بظل التحديات الكبرى التي تواجهها المنطقة وتواجه هذه الأقلية بالتحديد. بين الفراغ والستين أو المختلط ويلي حضرتك عم تشوفه جد ابتداء من السبت المقبل، ألا ترى بأن الحكمة تقضي كما قضت بحضرتك؟ كنت صاحب نظرية أن يقبلوا اتفاق مرفي الأسد، كنت حضرتك صاحب نظرية وكنت صاحب نظرية وبمين؟ بمين؟ مخيل الظاهر، بالشيخ مخيل الظاهر القانوني المميز المحترم الذي كان لو قبلوا به لا طائف ولا من يحزنون، لإذا معناته رأينا الذي يقرأ المستقبل هو قراءة صحيحة. نعم. طيب وحضرتك كنت ضد الفراغ اللي ناجم عن المقاطعة قولا واحدا اليوم الذي اليوم الذي الفراغ عفوا الذي جسد خروج المسيحيين من السلطة، من السلطة. نعم. نعم. طيب هل اليوم إلي فرزلي مع الفراغ؟ لا. طيب إذا كان أنا مع عودة الاتفاق القوى المسيحية على قانون ومطالبة الرئيس بري بتنفيذ ما وعد به فليتفق المسيحيون، أنا معهم. يروحوا يتفقوا على قانون يا جمل يا بوبة حقيقي بكنف بكركي ويروحوا يفرضوا القانون بلا اتفاقات ثلاثية وبلا رباعية وبلا ثنائية. ما في حدا مستاهل تتفق معه شيء ممن كان يكون الطرف المسلم. أنا عم بحكي عن حقوق دستورية مكتسبة للمسيحيين يجب الحفاظ عليها بظل الموازين اليوم المتاحة. اليوم ما في موازين، ما في أنت لما تصنع الميزان ب 24 ساعة بنصنعه. أنت ما كنت مستنظر تلاقي جبران باسيل معالي الوزير جبران باسيل عند الرئيس عند الدكتور سمير جعجع بمعراب، ولا مستنظر تشوفني إلي، ولا مستنظر انه يلقط العباد بشيل عون التليفون ويتصل بكل حب وود في سبيله يعمل تصريح يقول انا الغي الذات في سبيل التوصل الى اتفاق مشترك، ولا انه يوقف المعالي الوزير جبران باسيل بالبترون ويعمل ذلك التصريح الشهير المناصفة الفعلية هي استراتيجية لا قيمة لأي صديق أو حليف، ولا مستنظر يقعد بشطين جبران باسيل الوزير بحفظ الألقاب ويقول انه انا مركز نيابي بالناقص بالزايد ما له قيمه، وكان يبعث برساله للاستاذ سامر السعادي ليقول له انا ما في داعي اترشح على الانتخابات. جبران باسيل مش الطيف اليوم دولتك، وانا اؤكد لك انه هذا الشاب الاستاذ جبران باسيل كان يقصد ما يقول، وقد بلغت وهمس في اذني انه هو على استعداد باي مفاوضات لتبرير الارثوذكسي ان يلغي دوره النيابي في البترول في سبيل المصلحه العليا. نحن اليوم عندنا يومين نهار السبت، اذا كان متاحا القانون اما الستين او المختلط او الفراغ ماذا تختار؟ وبرايك مش الحكمه بتقتضي انك أنا ما تروح على فراغ ما بتعرف أنا شو انا بختار التمسك بالحوار مش موجود. بختار التمسك بالحوار عندك مبادره بهذا الاتجاه بين العماد عون وبين الدكتور جعجع مهما حدث وبين فخامه رئيس جميل انتبه، لانه لا يجوز تحت اي عنوان اخلاقي هذا والد شهيد
وشاب اسمه سامي جميل بيشكل النموذج واعد في البيئة القيادية المسيحية. نحن شغلتنا بس نقتل، نقتل بالمعنى المعنوي للكلمة عفوا، نقتل الرموز التي تشكل شخصيات واعدة. وسليمان بايك فرنجية هذا الزعيم المردي الحقيقي، تيجي تقول لهم عدوا بدنا نتحاور وبدنا ننتج قانون سوا. والله يا زملائي بطيار المستقبل انا مشيت معكم وما قدرتوا تمرقوا هالقانون، لك مجلس النواب، انا لا ارجع للستين ما بدي ارجع، انا لا اروح على الفراغ ما بدي اروح، شرفوا لحتى نرجع نتفق، نحن رح نتفق ككتل ونروح الى شيء معقول، ولو لم يكن بقساوة وحدة اللقاء الارثوذكسي. وهذا كانت وجهة الدكتور جعجع عيل الأمانة، للأمانة الدكتور جعجع كان كل الوقت بيقول أنا بين الستين والارثوذكسي أنا مع الارثوذكسي، بين التمديد والارثوذكسي أنا مع الارثوذكسي. طيب، ولكن أنا بالوقت نفسه فايت بحوار مع طيار المستقبل، إذا توصلت لاتفاق بدي أمشي فيه. هذا الاتفاق كذا دخلوا بحوار حول الكم، الكم كان في خلاف علي كبير كبير إيه، وتم اقتراح بدائل حتى على الارثوذكسي لو نزل منفردا إلى الساحة لحتى نطلع باقتراحات قوانين لا تشكل تحدي. هذا روحية الاجتماع التي كانت سائدة في 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 معراب. كان الدكتور جعجع متبني وجهة النظر هيدي للأمانة مع احترامي لكل الأقاويل، بس أنا شخصيا فوجئت، ذهلت ذهلت، وما بدي أقول أكثر من هالقد لأنه بيعرف الدكتور جعجع، بس اتحدث على المتن الجنوبي شو بقصد إطلاقا، يعني بيعرف، هو بيعرف تماما. لذلك ذهلت أنه شو هاي الصيغة، صيغة جديدة ليه؟ بالرغم من هذا كله هذا الاقتراح لن يمر في ظل معرفتنا أنه لن يمر، وبظل معرفة الواقع أنه يمكن نروح على فراغ وما إلنا مصلحة فيه، في ظل معرفة الواقع أن نروح على الستين وجميعا يجب أن لا يكون إلنا مصلحة فيه، أقره حماية لقولة البطرك. طيب، ما علينا واجب وطني مقدس أن نعيد صياغة الأمور باتفاق يحمل الجميع وأمال الجميع باتجاه حماية المصالح المسيحية العليا على قاعدة الإيمان بوحدة الأرض والشعب والمؤسسات، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية، وتحت سقف المادة 24 من الدستور التي تحفظ وتؤكد على المناصف الفعلية في بيان بكركي الأول الذي خرج والذي كان بسبب ضغط الدكتور جعجع بسبب الأرثوذكسي. لذلك هون نحن بدنا نكون منطقيين واعيين، أدعو الجميع للتعقل. أنا سمعت العماد عون بتصريحه طبعا بالمضمون عنده موقف مبدئي، ولكن ما سمى حدا شو بدي بالناس كيف عبرت عن ردات فعلها السلبية، وطالب كل الأطراف بالهدوء، التفكير بوطنية، التفكير بهدوء، التفكير بالمصالح الوطنية العليا، بالمصالح المسيحية العليا، وإعطاء المجال لمزيد من التشاور، مزيد من عندك سداد لمبادرة أو أنت بصدد شيء بعد حاولت شيء؟ جندي باستمرار. أنت عندك فكرة تبلش في سبيل ردة الهدف، وأنا طلبت وأطالب بكركي والمطارني حتى بظل غياب صاحب الغبطة اللي يردوا بخير. هذا مجلس المطارني اجتمع، صدر بيانات متكررة منذ عهد البطرك صفير الله يوجه له بالخير حتى يومنا، تتعلق بمضمون مسألة التمثيل المسيحي. أنا بعدني بتذكر 64 نائب، ايه 64 نائب، بعدني بتذكر انه خلينا نصوت لنوابنا، نطلع نوابنا وريحونا، زت البطرك صفير رجع سحبها لانه قامت الدنيا عليه. طب انوجد واحد اسمه الفرزي في دقيقة قال لك بدي اقولها، قالها وصلنا للي وصلنا عليه. طيب انا بتذكر بسنة التسعينات، بالتسعينات وقف البطرك صفير قال انني اتطلع الى المجلس النيابي فلا ارى ممثلين حقيقيين للمسيحيين. طب انني اتطلع الى المجلس النيابي اليوم فارى حوالي 32 33 نائبا مستولدا بكنف الكيانات المذهبية الاخرى لا يملكون القدرة على اتخاذ قرار من شأنه. شو بدي بالنواب الاخرى تبع نفس المذهب لموظفينه بيقبضوا معاشات شهرية من كل الاطراف؟ مش عم بحكي ضربة، انا عم بحكي عن واقع معين حقيقي صادق، لانه لو ما كان حقيقي صادق لم يستطع الاقتراح الارثوذكسي ان يشق طريقه بين الناس وفي القناعات والوجدان. وصل لها ونجي. طيب يا سيد الكريم، يجتمعوا بكرك يدرسوا هالاقتراح تبع الدكتور جعجع، الاتفاق الثلاثي ذكرنا بها بهالاتفاق الثلاثي، هالاتفاق الثلاثي يدرسوا، اذا لقوا في مصلحه مسيحيه عليا
يبلغونا نحن كمواطنين لحتى نتبنى هالاقتراح تبع اللي عملوه الاتفاق الثلاثي، نتبناه وندور التبشير فيه. لك لوين شو بعمل؟ بتبشر فيه. دور ببشر فيه. ولكن إذا لقوا مش متوفرة في الشروط الذي كانوا يطمحون إليها، فلنناشد الدكتور جعجع وكل القيادات المسيحية أن تعود إلى الاجتماع وتذهب لصياغة اتفاق يخدم القضايا المسيحية العليا والمصالح المسيحية العليا. حرام حرام تفويت الفرصة، حرام، لن تتكرر. في فرصة جدية برأيك؟ لا لا طبعا بعد طبعا ب 48 ساعة أقل. 48 انت بتعرف توني، انت بتعرف استاذي الكريم انه الموضوع بيني وبينك من 4 سنوات، وانت بتعرف عم انبرك انا عدة مرات، وبتعرف كنت دايما اقول لك وانت ما كنت متصور بلحظة من اللحظات انه يوصل الاقتراح الارثوذكسي لها، وانه كيف اخذ منحة بعيان سعودي. نحن مدركين، نحن قراء تاريخ. انا اليوم قلت له ما بعرف لمين، قلت له قال له ومن عرف الايام معرفتي بها وبالناس روى رمحه غير راحم. نحن جميعا ابناء الكار، نحن ابناء هالبيئه، نحن بنعرف بهالموضوع. لذلك مهلا صبرا، روقوا بالكم، ما تتاخذوا بأكلة الراس بالتصريح هيك العالي. لا، ما في حدا كبير بالنهايه، كله بيتحجم وبياخذ حجمه. الحكمة هي في التوحد، القوة في الوحدة. اذهبوا إلى الوحدة وبدون قانون انتخاب وبدون انتخابات، وفليقل فراغ فليقل شو ما كان، الوحدة هي مصدر القوة. بس الفراغ بيعمل فوضى بتعرف. نحن مش عم نقول إذا قلنا وحدة طلع قانون انتخاب، مش عم نقول فراغ، بس نحن مؤمنين إنه المعادلة اللي بيتوحدوا المسيحيين معدتها في أنو فرع. دكتور الرئيس، لنفتح نافذة على الوضع الإقليمي نبدأها من الصحافة العربية. كتب عماد الدين أديب في صحيفة الشرق الأوسط مقالة بعنوان الثورة الفاشلة ضد الدولة الفاشلة، ومما جاء في هذه المقالة الآن نحن نعيش مرحلة الثورة الفاشلة التي جاءت ضد الدولة الفاشلة في ظلم حلم فاشل بإسقاط نظام فاشل أدى بنا إلى عمل فاشل فشل في تحقيق الحلم. فشلنا في بناء الحلم وقمنا بثورة لإقامة نظام بديل ثبت لدينا أن القديم والجديد كلاهما في النار. ماذا نفعل في فشلنا القديم وماذا نفعل في فشلنا الجديد؟ فشلنا في إسقاط القديم وفشلنا في بناء الجديد، والآن نفشل في الخروج من مأزق البحث عن حل. ده بمصر الأستاذ عماد الدين طبعا. بمصر حط لي عم يحكي عن سوريا، حط عنها كمان عن لبنان. حط عنها. لا بس دوت الرئيس، يعني هل توافق على كل مقاله ولا بس منبسط بالنص الذي يعتبر أنه الثورة السورية هي فاشلة؟ لا لا لا، نحن شايفين الفشل. نحن أنا هذا كمان يعني لحسن الحظ أني أنا أنت من الناس اللي تشتقلنا، لأنه منشتاق لك وبتدعينا على منبرك دايما ونتشرف بالإطلالة. تشرف لألنا. وكم من المرات رددنا وحللنا لك هون على هالمنبر بالتحديد كيف ستتطور الأزمة السورية منذ اليوم الأول حتى تاريخي، وبالتالي نحن نعيش في خضم ما نعيش فيه. حبيبي، الفشل حتمي. فشلت سوريا، نعم فشلت سوريا. مصر فشل ذريع. مصر انا رحت عند الاستاذ، انا عزمني على الغداء الاستاذ الصحافي الكبير محمد حسن الايكل، رحت لعنده من شهرين بمعيه الصحافي الكبير الاستاذ طلال سلمان والاستاذ مصطفى ناصر، وكان عندنا جلسه عنده ببيته 5-6 ساعات على الغداء. كان في تحليل طاول كل شيء، وشفنا كل القوى في مصر كلها دون استثناء طبعا القوى المعارضه. مصر تشهد ثوره حقيقيه عارمه بالثقافه بالردة الفعل بالفعل. هلا أنا أحترم نتائج انتخابات، وأنا ما إلي حق أخلاقي أتدخل بالشأن المصري، ولكن الواقع الذي تتخبط فيه مصر منه سهل. ولكن تبقى عندي العلامة الفارقة، النظام الذي ينجح هو النظام الذي يجد حل لمشكلة 14 مليون قبطي لكي يشعروا بأنهم جزء حقيقي وأصيل
من الدولة والنظام. الأمر الذي لم يتم حتى تاريخي، لذلك أعتقد أن الفشل لا يزال قائما في مصر. دكتور الرئيس، أمس كمان بالليل صوت الجمعية العمومية للأمم المتحدة موقف ضد سوريا والنظام السوري. ألا ترى بأن تراكم هذه المواقف بعد جامعة الدول العربية والآن في الجمعية العمومية للأمم المتحدة سوف يرتب مسائل آسيا على سوريا مع الوقت، ولا برأيك لا يزال النظام قادر؟ لا، هذه حرب قائمة، وهذه مواقع لا شك أن مواقع بحقق الطرف فيها إنجاز. ولكن بدي ذكرك بشغلة، عندما دخل السيد المسيح له المجد على جحش بن أتان في عيد الفصح عند اليهود، نفس الذين هللوا به مرحبين هم نفسهم الذين وقفوا أمام هيرودوس ليقولوا لهم اصلبوه. إنني أرى هذه الجمعية العامة وهذه الجامعة العربية عندما يوضع الاتفاق الروسي الأمريكي موقع التنفيذ، إذا وضع لا أدري، أنا أقول أبحلين، هم أنفسهم سيعودون ليهللوا مرحبين مبرئين الذات من أي ما ارتكب سابقا من كل الجرائم اللي ارتكبت بحق سوريا ككل. أتحدث لمحة سريعة أيضا على الوضع الإقليمي من زاوية الصحافة، الأسرار في الصحافة المحلية. من صحيفة النهار، يرى الدبلوماسي العربي أن صورة الوضع في لبنان وسوريا خصوصا وفي المنطقة عموما سوف تتغير إذا فاز المرشح الهاشمي رفسنجاني برئاسة إيران. تعتقد رح تبقى زيت سياسي بين نجاد وحسن؟ مراهنات على اللعبة بإيران وهمية سخيفة، ما بيأثر الرئيس؟ لن يكون رئيس في إيران إلا ما يخدم السياسة التي وضع السياسة، صاحب السياسة التي وضع السياسة التي تمشي اليوم. هذه بتتغير من جانب انه الامريكان بدوا يفعلوا اتفاق انه الايرانيه بعد الانتخابات. لا بس برايك يعني ما فيش، ما فيش، لا الرئيس ما بيأثر بايران. خد مني، لا بقول لك لا، انا قضيتي يمكن يكون غلطان، جل من لا يخطئ، انا يمكن اغلط، بس بقول لك انه قناعتي لا. مرعب، واكبر دليل انه كل المراهنات من 30 سنه لحد هلا فشلت، معناتها معي حق. الاستمرارية هي يعني النظام أقوى من الأشخاص. طبعا طبعا طبعا، ولا البرشد الأعلى للثورة يعني، وما يتخطو. يمثل وما يمثل دولة الرئيس إلي الفرزلي، أهلا بك في MTV. أنا سعيد بالإطلالة معك ومن خلال ورحاب MTV. شكرا وأهلا بك. مشاهدينا الأعزاء، نشكركم للمتابعة ونذكركم أن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحتنا MTV لبنان نيوز على موقع تويتر، وMTV لبنان على موقع فيسبوك، وعبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. شكرا وإلى اللقاء.